اليوم راني معاك غدوة تاني متمني يكتب المكتوب ونكون حداك آه يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي. السلام عليكم متتابعين ديالي كاملين، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا مزيانين باحوال جيده. مرحبا بكم في القناه ديالي شين او ملاك، واللي مازال ما اشترك في القناه ديالي اشترك في القناه ديالي وفعل الجرس باش يوصلوا اي فيديو درتو، وما تنساونيش بلي لايك والدعم ديالكم ليا. واللي عاد دخلوا عندي في القناه ديالي مرحبا بكم نقول لكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي. كما راكم تشوفوا غادي نبين لكم هنايا يعني نوريكم اللي ماركت اللي كندير ديال البرودوي ديال العناب البشره ولا اليدين، يعني كاين شي عده ماركات، كاين شي كما راكم تشوفوا ايغوشي، كاين شي اللي ماركت نيفيا كارفور كل دفايت، يعني كلش غادي نبين لكم بين كل وحده فيها شويه. اول حاجه كنشري هذا لوريال السيف، شريتو هذا من ليدل، هذا الشامبوان والديميلور ديالها، هذا اول مره يعني درتو، يعني مازال ما بين لي والو، عاد كي درتو جديد. ثاني حاجه شريت هذا سوان دنوي، شريتها من كارفور كما راكم تشوفوا، يعني هذا بديتو انا غادي نكملو، هذا جامع وجهي ننصحكم به. ثاني حاجه هذا سوان دو جور، هذا الكريم ديال الجور جامع وجهي، راني درتو راني كملتو، يعني ننصحكم به. لا مارك نيفيا كما راكم تشوفوا، يعني البشره الجافه، انا عندي بشرتي جافه. ثاني حاجه انا شريت هذا عاوتاني كريم ديال الجور، يعني ديال النهار، شريت هذا من كلود بايت، من كمل لي الاخر شريت هذا، بغيت باش نبدل هذا عاوتاني، راني يلاه كي بديتو كما راكم تشوفوا، وغادي نشوف ونقول لكم الراي ديالي فيه. ما حد يعني انا الصراحه وجهي راه عاد مزيان، اني ما نشفش. مهم عاوتاني شريت هذا لا مارك كريد فايت، هذا شريتو ديال الليل كما راكم تشوفوا، ديال الليل غادي يكمل لي، شريت هذا ديال الليل، هذا مازال ما بديتهش. كما راكم تشوفوا لا مارك نيفيا كتكون غاليه شويه، ماشي كما لا مارك كارفور ولا كريد فايت كيكون ثمن رخيص. عاوتاني شريت هذا السيروم ديال الشعر، هذا ليس كما راكم تشوفوا، شريتو من المغرب، جا مع الشعر ديالي، يعني انا شعري ناشف، هذا جا مع وجهي مع شعري، سمحوا لي. عاوتاني شريت هذا الزيت ديال التدليك، الزيت ديال التدليك يعني ديال المفاصل وداك الشيء، هذا من اكادير، يعني مزيان، يعني الا كانوا يوجعوك يديك ولا رجليك دلكي بيه. عاوتاني شريت هذا ماسك ديال ايفروشي، شفتوه، هذا مازال ما بديتوش، غاني عاد كي شريته من ايفروشي، يعني عاوتاني شريت هذا دي ماكيو، شريتو من ايفروشي، انا عاد مازال ما بديتوش، راه عادي منين نبديه نقول لكم الراي ديالي فيهم، هادو اللي مازال ما بديتهمش. عاوتاني شريت هذا يعني نيطواي يعني الوجه من ايفروشي، غادي نوريكم كي داير، هذا جاي شكل موس، يعني والريحه ديالو زوينه، هذا ريحته زوينه، هذا يعني نيطواي يعني شريته من ايفروشي. عاوتاني شريت هذا كما راكم تشوفوا، راني جامعه وجهي، هذا كارني لا مارك كارني ديال قماش، يعني جمع وجهي كنديرو مرة في السيمانة كما راكم تشوفو. هذا كما تشوفو إيفروشي كيعطيونا كادويات، يعني لي كادو من كتشري عليهم بزاف كيعطيوك لي كادو، هذا عطاتوني إيفروشي كادو، هذا ديال الشعر، يعني من نغسل شعري كنديره، يكون شعري عاد منفخ نديره، يعني زيت لي شعري ميبقى شعري ناشف. عاوتاني هادي لاموس ديال لا مارك نيفيا، نقول لكم انا كندير الغوز، هادي البلو ما كنديرهاش، البلو اللي يعني وجهها زيتي كديرها، انا وجهي ناشف
كندير الغوز يعني ننصحكم بها زوينه يسيروا شريوها قشيتها مكافور هذه هذه يعني لا موس كتغسلي بها الصباح وكتغسلي الليل يعني كديري تنفخي وجهك وديري لا موس هكا تحركيها وديري هنايا في يدك وتديريها على وجهك هذه ديال اليدين يعني الكريم ديال اليدين اللي كنديرو مهم جا مع يديا شيتها انفروشي هذه يعني خصكم ضروري تخشوا في الماء ديروها يعني مزيانه لليدين كما راكم تشوفوا هذا عطيتهم لي انفروشي كادو هذا شامبوان كما راكم تشوفوا مازال ما جربتو غادي نقول لكم رايي هذه ديال الدوش وهذا جيل نيتواي عاوتاني حتى هو كادو مازال ما جربتوش عاوتاني هادي شريتها ديال البرونزاج يعني شريتها من افروشي يعني من نجربها غادي نقول لكم الراي ديالي فيها مازال يعني ما جربتهاش مهم هادو هما المواد ديال اللي كنديرهم يعني ديال الاعتناء بالوجه واليدين يعني الانسان خاصو ضروري يعتني يعني بيديه بوجهه ما يهملش راسو كما راكم تشوفوا حنايا كتلقاونا غير الكوزينه يعني كنهملو شويه لساننا الواحد ضروري خاصو يعتني براسو يعني وكيكونوا يعني صراحه البرودوي ما كيكونوش بزاف غاليين على حساب كل ماركه الا لقيتي ماركه غاليه خص واحد يشوف الماركه رخيصه كما قلت لكم انا نيفيا كنشوفها غاليه يعني كنمشي تشريت لا ماركه خفوق ولا كرود بايت يعني مزيانين صراحه نيفيا حتى هي الماركه زينه مهم نتمنى هذا الفيديو اللي قلت لكم يكون فتكم به ويكون عجبكم ويعني وما تنساوش تخليو لي تحت في لي كومونتير الراي ديالكم كي جاكم الفيديو اللي درتو لكم وشنو نتوما كتستعملوا هاد المواد ولا ما كتستعملوهاش وما تنساوش تدعموني وما تنساونيش بلي لايك والتشجيع ديالكم وما تنساوش تبارطاجيو الفيديوهات ديالي مع الاهل والاصدقاء ديالكم في جميع الواتساب سناب شات انستغرام ميسنجر فيسبوك وشكرا على الدعم ديالكم ليا ربي يخليكم ليا ونتمنى توصلوني 50,000 ان شاء الله يعني بالفضل ربي والفضل ديالكم ان شاء الله نوصلها وبالتشجيع ديالكم يعني ما عندي ما نقول في الحق ديالكم يعني وما تنساوش بارطاجي وما تنساوش لي لايك والتشجيع يعني وما تنساوش تشتركوا في القناة ديالي وشكرا بزاف 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 ربي يخليكم ليا يلا بسلامة الفيديو الجاي ان شاء الله يلا بسلامة